السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. اليوم على فامي جيت وجبت لكم الجديد، جبت لكم برنامج جديد اللي كيقدر يخول لكم وكيسمح لكم باش تهاجروا لكندا ب 10000 درهم، ايه بمليون، والمدة اللي تقدروا تجيو فيها كندا المدة ديال لو بروغرام كامل 6 شهور، يعني ماشي بحال اريما، ماشي بحال دوت بروغرام اللي خصك تبقى عام ونص حتى تاخذ سيرتيفيكا دو سيليكسيون دي كيبيك. هذا باش دوز ليتاب دو فيدرال، هذا في 6 شهور كتدفع كتبوستولي بار لا سويت فاش كتجي هنا كيخول لك انك تاخذ الاقامه الدائمه وتقدر تجي بوحدك ولا تجي مع العائله ديالك. وهذا الشيء اللي قلت له كامل غير باش تستهلك بلا ما تستهلك، يعني الناس اللي مهتمين بالهجره وباغيين يجيو كندا بارخص التكاليف بلا مستشار الهجره بلا اجونس ديميغراسيون، هذا البرنامج راه كيعنيك نتايا. دونك الا كنتي انتريسي حل معايا ودنيك مزيان وخليك معايا حتى الاخر، حيت شويه غادي نمشي للبي سي ديالي، غادي نمشي للورديناتور باش نشرح لكم الديتاي ديال هذا البروغرام. الوغ باش تفعل هذا البروغرام خصكم توجدوا لي راسكم، وجدوا لي الحاسوب ديالكم باش تدخلوا لي سيت ويب، وغادي نشرح لكم بيان سور لي زيتاب وشنا هو منش كيتكون هذا البرنامج. دونك هذا البرنامج كما قلت لكم كيتقام ب 10000 درهم، يعني 10000 درهم مليون فرانك، وتقدر تجي بوحدك وتجي مع العائله ديالك، وغادي يخول لك بار لا سويت باش تاخذ الاقامه الدائمه، ومن بعد 3 سنين ونص غتاخذ الجنسيه كيف ما خديتها انا. هادشي علاش الناس اللي مهتمين وباغيين يهاجروا لكندا خليكم معايا، حيت غادي نعطيكم الديتاي وغادي نشرح لكم لي زيتاب دو ا ا زد باش تسجلوا باش تعمروا لي زانفورماسيون وباش تبوستوليو. وكيف ما قلت لكم البرنامج غيقدر يخول لكم بيجي لكندا من بعد 6 شهور، ماشي 8 شهور، ماشي عام، ماشي عامين. الا كنتي ديجا حاولتي كتقلب على بيرمي دو ترافاي، كتقلب على فيزا فيزيتور، كتقلب على اونتر اكسبريس، كتقلب على بروغرام دي ترافايور كاليفي، هذا البرنامج راه كيخصك، هذا البرنامج راه سا تانتيريس. ميم سي تكون دافع في ان اوتر بروغرام، واخا تكون دافع برنامج اخر ديجا بديتي في لي بروسيدور، هذا البرنامج راه غادي يهمك وغتلقاو فيه معلومات اللي هي كثيره وكثيره كثيره بزاف. لحقاش لا بروسيدور ساهله، وغادي نديكم دابا الحاسوب نتاعي باش نشرح لكم الديتاي ديال هذا البرنامج. هادشي علاش وجدوا لي البي سي ديالكم وحاولوا تكونسونطراو شي كاس ديال القهوه ولا كاس ديال اتاي وتكونسونطراو معايا وحلوا لي الدماغ مزيان وركزوا معايا، حيت هادشي راه خصك بيان سور شويه ديال الصبر وشويه ديال الخاطر باش توجد المسائل ديالك، توجد كاع لي بابراس، تعمر لي فورمولير وتوكل على الله. هادشي علاش دابا غادي نوصيكم بحاجه واحده قبل ما نكملوا لي بروسيدور، ما تنساش بيان سور تبعت التحدي ديال لاشين، دير ابوني، وفي الاخر ديال الفيديو خلي لي ان كومونتير ودير لي ان جيم باش هاد الفيديو تبارطاجا مع الناس الاخرين اللي مهتمين. الا كنتي كتعرف انت شي واحد اللي ديجا هضر لك على كندا مهتم باش يجي كندا، بارطاجي معاه هاد الفلوغ هذا وغادي تربح رحمه الوالدين. هادشي علاش من هاد المنبر كنبغي نشكر الناس اللي مابوني لاشين ديالي، بروشينمون غادي نكملوا 10000 ابوني، لوبجيكتيف ديالي هو نوصل ل 20000 ابوني، وباش نوصل ل 20000 ابوني غنبقى ديما نبارطاجي معكم لي زاكتواليتي، اخر ما غنات مكلتهم في هادشي ديال الهجره الجديد ديال نظام الهجره. هادشي علاش فيما غيبان لي شي بروغرام غادي نبارطاجي معكم، وكنتسنى منكم غير رحمه الوالدين وان كومونتير بوزيتيف اللي غادي موتيفيهم، حيت فريمون لي كومونتير ديالك، لي كومونتير ديالكم كيشجعوني باش نبارطاجي معكم محتوى جديد، وفيما كتبان لي اكتواليتي شي حاجه جديده نظام جديد كنبارطاجيه معكم. ولكن شكون اللي كيموتيفيني؟ نتوما اللي كديروا لي لا موتيفاسيون، نتوما اللي كديروا لي الكوراج. دونك ما يخلعوناش، نبقاو ديما موتيفي، ديما الكوراج وما يخلعوناش. وانا غادي ندوز معكم دابا البي سي باش نشرح لكم الديتاي ديال المعلومات، يلا ديما التفاؤل. بسم الله، كنجيو هنايا للسيت ديال جوجل، الحاج جوجل، كنديروا كندا بوان سي ا. ملي كنديروا كندا بوان سي ا حنا دابا راه كنهضروا في المعقول، يعني داكشي المسوغر ديال المسوغر، داكشي اللي نيشان. هنايا عندكم السيت اوفيسيال ديال كندا، هنايا الدرابو ديال كندا اللي فيه لا فوي دي غابل، وهنايا لو سيت اوفيسيال. يعني ملي كندخلو هنايا كنكليكيو على كندا بوان سي ا اللي هو لاكوي، وهنايا راه حنا كندخلو ماشي لو سيت ديال لا بروفانس، ولكن حنا داخلين السيت ديال الحكومه الكنديه، ما
ماشي السيت ديال لا بروفانس ديال المقاطعه اللي انا فيها اللي هي كيبيك، لا هضره السيت اللي جامع كاع المقاطعات، فيها كندا، فيها حتى انايا كيبيك، فيها تير ليل دو ليل دو برينس ادوار، فيها نوفال ايكوس، فيها نوفو برونزويك، فيها البرتا، اوتاوا، فيها كاع لي بروفانس. هادشي علاش حنايا هاد لا سيكسيون فيها بزاف ديال لي سيكسيون. حنا غنمشيو بيان سور لا سيكسيون ديال ايميغراسيون اي سيتويانتي، فيها بيان سور الناس اللي باغيين يديروا دوموند ديال هاد لي سيكسيون الاخرين ما كيهموناش دابا بور لانستون. غنمشيو لهاد لا سيكسيون اللي غتكليكيو عليها، غتكليكيو على ايميغراسيون اي سيتويانتي. ملي تما غتكليكيو عليها هما غتبان لكم هنايا، هاي غتبان لكم غير انفو، كتدخل لو سيت كتبان لكم هي اللي فلافيش، يعني هي اللي مسلطين عليها الضوء حاليا. وراه غادي نقول لكم الخوت راه ما غتقامش عليكم اخوتي خواتاتي بزاف، 10,000 درهم، مليون ديال الفرنك، فاش كتبغي باش كتبريباري الدوسي ديالك، و 6 شهور انت في كندا، و باغ لا سويت كدير تبدا كيكون عندك بيرمي دو ترافاي، ابخي انت راك دافع على لا ريزيدونس بيرمانونت وغادي، يعني باغ لا سويت كتاخد ريزيدونس بيرمانونت بواحد فواحد المدة قصيرة. ولي بروسيدور راه ما صعابينش، انا غنشرحهم لكم دابا، خاص غير الكود الكوراج والموتيفاسيون وما يخلعوناش، هادشي اللي تقول وما يخلعوناش، ندوزو لونتروتيان وننجحو ونوجدو لي دوكيمون ديالنا، نديرو ليكيفالونس، ننجحو في التيست ديال الفرونسي ونتوكلو على الله. هادشي اللي كاين خصكم بيان سور، هادشي غندخلو لي زيكزيجونس ابخي، مي هذا هو ليسونسييل، تنجحوا في التيست ديال الفرونسي، ديروا ليكيفالونس ديال لي ديبلوم اللي عندكم بحال اللي درتو مشى انا، يتقاموا عليه 120 دولار يعني واحد 1000 درهم مغربيه، كدير ليكيفالونس ديال الديبلوم ديالك، وكدير ليكيفالونس ديال الباك ديالك، صافي كيعترفوا به هنايا ديبلوم ديالي ديال الباك، عطاوني ديبلوم ديتود سكوندير وديبلوم ديال لوف بي بي تي، عطاوني ديك ديبلوم ديتود كوليجيال في الريزو انفورماتيك، يعني لا بروسيدور ساهله وتقامت عليك 120 دولار، زائد نتوما الناس ديال المغرب، الجيري، تونس، اي دوله، غتزيدوا لي فري ديال دي اش ال ولا فيديكس، غتصيفطوا داكشي في دي اش ال فيديكس اي كومباني ديال ترونسبور وتوكلوا على الله. دونك انا دابا غادي نكمل لكم لي بروسيدور. ها نتوما دابا راه في السيت ويب كيف ما كتشوفوا معايا، دابا غادي ندخلوا لهنايا، ندخلوا تكليكوا على هذا السيت هذا، programme d'immigration au Canada Atlantique. هنا اخوتي خواتاتي ملي كندوزو لهاد الصفحة هادي اللي فيها لو بروغرام ديميغراسيون او كندا اتلانتيك، كيف ما كنقراو هنايا لو بروغرام اي طريق كيسمح لك باش تاخد لا ريزيدونس بيرمانونت بور لي ترافايور اترانجير كاليفي، يعني العمال الاجانب اللي كاليفي المهاره، اي لي ديبلومي يعني الناس اللي جاوا داروا بيرمي ديتود او باغيين يخدموا ويبقاو في واحد من هاد الاربعه ديال لي بروفانس، يعني هذا كي فيزي اربعه ديال لي بروفانس. ما تقدرش تقول لي احكا انا راه باغي نمشي باغي نجيب هاد لو بروغرام لكيبيك ولا نجي نمشي بيه لاونتاريو، ما يمكنش، يعني هاد لو بروغرام كي فيزي لا ريزيدونس بيرمانونت ولكن في وحده من هاد لي 4 بروفانس اتلانتيك، يعني هاد لي بروفانس بحريين كيشوفوا في المحيط الاطلسي، وهادو هما لي بروفانس مثلا اللي كدوز منهم بحال ايل دو برينس ادوارد، هي اللي كدوز منها الطياره ديال رويال ايمار كتكون جايه من المغرب، كدوز من لاتيرنور الى لابرادور، هادو كاملين كدوز فوق منهم عاد باش كتوصل لمونريال، يعني هادو دوز منهم هنا في الخطوط الملكيه المغربيه. هادشي علاش هادو هاد لي كات بروفانس كيف ما كيخدموا لي زومبلويي، سوا كتهضر بالانكلي اولا كتهضر بالفرنسي، ومن لا كنتي كتهضر بهم بجوج راه مزيانه احسن. و باغ لا سويت غنهضرو في الديتاي، يعني هذا واحد لو بروغرام خص غير باش توجد ليه واحد جوج الحوايج اللي مهمين وانا كنوصل عليهم وكنعاود ديما ناكد عليهم وغنعاود ناكد عليه حتى دابا، يعني خص باش توجد في هذا لو بروغرام هذا الناس اللي ديجا دافعين و انتريسي بهادشي ديال ليميغراسيون وديجا دافعين في اي بروغرام، عارفين على انه ضروري ما كتكون عندك واحد التيست ديال الفرونسي، يعني كدير تي سي اف ولا تي او اف
واحد فيهم حبذا لو كان تي سي اف، وكتخلص واحد 2800 درهم مغربية باش كتنجح فيه، و بار لا سويت كتقدر تدفع هذيك الساعة لأي برنامج كيكون عندك هذيك الساعة كتدفع ليه وانت بوجهك حمر، حيت عندك ديجا تيست ديال الفرونسي ناجح فيه، زائد كتكون عندك أكثر من عامين ديال الخدمة. حبذا لو كانت عندك أكثر من عامين ديال الخدمة، يعني كتكون ديكلاري في لا سي ان اس اس اي تو، و بار لا سويت كتدفع بيها هنايا وكتوكل على الله، وكيكون بزاف ديال المشغلين. غادي نهضر لكم بار لا سويت على المشغلين، هادشي علاش كنقول لكم حلو معايا دماغكم بزاف مزيان وتكونسونطرا معايا، حيت باقي غادي نهضر لكم على المشغلون كيفاش تلقاوهم كيفاش تبوستيو ليهم، هادشي علاش ركزوا معايا. الفيديو غادي يكون طويل شويه ماشي بيد الخوت، انا ما كرهتش لكم، ولكن راه سي سا لا ديتاي، هادشي راه 3 ايام ديال الابحاث 3 ايام ديال الغوشيغ باش نجيب لكم هاد العصاره ديال المعلومات ديال الخبايا ديال الهجره، حيت انا كاين هنايا عارف كومون سا سباس. دونك هاد لي كات بروفانس اللي هما يا نوفو برونزويك، تير نوف اي لابرادور، لا نوفيل ايكوس، و ايل دو برينس ادوار، هادو هما لي كات بروفانس. ما تجيش لشي بروفانس اخرى، وحنايا ما كيهمناش هاد لا سيكسيون ديال لي زومبلويور، كتهمنا هاد لا سيكسيون ديال ديبلومي اترونجير اي ترافايور اترونجير كاليفي. حنا كنجيو هنايا كومون بارتيسيبي، كنكليكيو على كومون بارتيسيبي، اي بار لا سويت كنطلعو في هاد اللعيبه اللي قلت لكم، اللي صراحه انا ما كنقولش لكم ما كنديرش معكم الخشونه، الاصدقاء والصديقات اللي في خيرها هما، وما كنجيبش داكشي من فراغ. ابارتيغ دو 1367 بنادم اللي باغي يجي لكندا، مليون د الفرانك، 10000 درهم، والمدة ها هي. راه ماشي كنجيب داكشي من راسي ولا كنكبر فيها ولا نو، انا كنقول لكم الصراحة وكندير الموتيفاسيون وكنبغي نزعم بنادم، هذا هو الواقع، هذا هو لو بروغرام. انا كاين في هاد لا بروفانس ديال كيبيك، نتوما هادو هما تيغ نوف اي لابرادور، ايل دو برينس ادوار هايايا، نوفيل ايكوس هايايا، نوفو برونزويك اللي قريب ها هي، يعني هادو هما لي كات بروفانس اللي معنيين بالامر اللي كيشوف في محيط الاطلسي. دونك هذا هو لو بروغرام اللي دار للناس اللي انتريسي بالهجره واللي باغيين يجيو لكندا لهاد لي كات بروفانس. دونك البروغرام راه كيعنيكم نتومايا، هادشي علاش هانتوما كتشوفوا لاكسي، كيعطيكم لاكسي لا ريزيدونس بيرمانونت في لي كات بروفانس اتلانتيك، وهذا دار باش يسهل على لي زون. هاد البرنامج دار لي زومبلويور كيف ما دار لي بيرسون، الناس اللي مهتمين بالهجرة واللي باغيين يبوستوليو. دونك المبلغ ها هو كتشوفوه 1365 مغربية، مليون فرانك، يعني 10000 درهم، 6 شهور، هانت هنايا يكفي انك تلقى مشغل، يعني خاص تدخل لا لبس تلقى مشغل، ماشي شي حاجة صعيبة. كنشرحت لكم في الفيديو اللي قبل سي في كنديان ليتر دو موتيفاسيون، وكتجيو كتوكلوا على الله. هنايا كنجيو الجيد باغ ايتاب بور لي كونديدا دو بروغرام d'immigration du Canada Atlantique ou le PICA. Il y a quelques étapes à suivre pour immigrer au Canada par le biais du programme d'immigration au Canada Atlantique. Consultez l'infographie ci-dessus pour obtenir un aperçu du fonctionnement de ce programme. Et nous avons le guide par étapes pour les candidats. L'approbation. La demande d'immigration. L'approbation, il y a طلب ديال العمل ديالك، وكتكون الموافقه مع المشغل، كدير فو ريسيفي اون اوفر دومبلوا دان امبلويور ديزيني. انت فاش كتمشي هاد لومبلويور ديزيني غادي نشرح لكم، غادي نشرح لكم ابخي، هادشي علاش خليكم معايا الاصدقاء. فو سري ميز اون كونتاكت افيك لو سيرفيس ديتابليسمون بور ايلابوري ان بلان ديتابليسمون، يعني هذا كيتهضر مع واحد لو سيرفيس ديتابليسمون في هذيك المدينه، وكتقول لهم فوالا انا غادي نجي كريو ليا، كيكريو لك كتقول لهم فوالا انا لقيت الوايي، انا سافا مكوتي مثلا 800 دولار ولا 700 دولار، ها بشحال غندير لي بيسخي 200 دولار في السيمانه، دونك ها لو كو ديال لا في ديالي، ها مني غنتقدى، ها مني غادي نمشي،
ها ملي غندير ترونسبور مثلا، غنمشي ها البيس اللي خاصني، اولا غادي نشري طوموبيله، ها بشحال غنشري طوموبيله. كتهضر لهم على هذاك لو بلون ديتابليسمون ديالك، انفايي فوتر بلون ديتابليسمون ا فوتر امبلويور ديزيني، كتصيفط ليه هو البلون وكذا هذا. فو ريسيفي اون سيرتيفيكا دابروباسيون بروفينسيال، ديك الساعه لا بروفانس كتعطيكم سيرتيفيكا دابروباسيون، تشري موافقه انكم تقدروا هذيك الساعه تكملوا لي بروسيدور ديميغراسيون. Vous pourriez recevoir une lettre de recommandation pour l'obtention d'un permis de travail. يعني هذيك لا بروفانس كتعطيك واحد لا لتر، واحد لا لتر باش تقدر دير، باش تقدر تاخذ ان بيرمي دو ترافاي. وهذاك لو بيرمي دو ترافاي كتكون اوبليجي باش تاخذه باش تقدر تجي هنايا. La communauté francophone au Canada Atlantique, les organisations d'établissements francophones qui servent des organisations d'aide communautaire, les immigrants, qui servent à l'hôpital, au logement, qui servent des partages, qui ont des aides alimentaires, les gens ne cherchent pas ou quand tu es bouche, mais quand tu es célibataire, tu es avec la famille, tu es avec les enfants, ou tu es avec Allah. هادشي راه ما شي حاجه صعيبه، داكشي علاش غنهضر لك دابا نهضر في داكشي بعجاله، غادي نكون كنزرب شويه ولكن ما غاديش ن... ما غاديش ن... ما كرهتش الخوت فيديو غيكون طويل شويه، ولكن راه هادشي اللي عطا الله. دونك المرحله الثانيه كتسمى دوموند ديميغراسيون، يعني طلب ديال الهجره. اونفوي لا دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت لو سيرتيفيكا دابروباسيون اي لي زوتر دوكيمون، يعني كدير طلب ديال الاقامه الدائمه زائد لو سيرتيفيكا دابروباسيون، يعني طلب يعني الموافقه اللي عطاوها لك البروفينس انك صافي تقدر تجي. وكتدفعهم للاي ار سي سي، كتدفع لوزاره الهجره، ومن تماك وزاره الهجره كتفيريفي كتقلب لا دوموند ديالك وكتريتيها، من تماك بريزونتي اون دوموند بور لوبتونسيون دان بيرمي دو ترافاي، من تماك كدير لا دوموند باش تاخد ان بيرمي دو ترافاي. اي دو فوتر دوموند دو ريزيدونس بيرمانون، كدير حتى طلب ديال الاقامه الدائمه. سي فوتر دوموند اي ابروفي فو بوفي ديميناجي او كندا اتلانتيك اي ترافايي. باغ لا سويت هما كيقول لك الا الطلب ديالك توافق في هذيك المده ديال 6 شهور، كتجي كتقدر ديميناجي كندا اتلانتيك، تجي ديميناجي وتسكن وتبدا الخدمه ديالك بكل سهوله. اوبتوني ليد دو فوتر امبلويور اي دان فورنيسور دو سيرفيس ديتابليسمون، يعني هنايا كتقدر تاخد مساعده من عند لومبلويور، هو اللي كيقدر بعض المرات يلقى لك فين تسكن، كيسهل لك السكن ديالك، كيجيبك هذيك الساعه خلص لك البي بارفوا ويجيبك حتى كندا ويسهل لك السكن. كاينين دي زومبلويور اللي كيتسهلوا في هادشي. هادشي علاش هذا هو لو غيد كيف ما كتشوفوا معايا، وهذا هو الديتاي، هذا هو الشرح، هادو هما لي دو ايتاب. دابا غادي نشوفوا كيفاش نلقاو حنايا امبلويور ديزاين. اه مزيان هادشي، ولكن كيفاش غادي نلقى امبلويور؟ هادشي كامل مزيان، هادشي كامل واعر وغزال، ولكن كيفاش غادي نلقى انا امبلويور؟ كيفاش غادي نلقى انا مشغل؟ يلا كيفاش غادي ندير؟ وهنايا بنادم زكي معايا، هنايا خص الانسان يحل معايا دماغك. باش تلقى مشغل كما قلت لكم هنايا، كيقول لك فو غوسوفي اون اوفر دومبلوا دان امبلويور ديزيني. حنا كنمشيو كنديرو مثلا، كتقلب كتقول امبلويور ديزيني، اوكي غنجي هنايا نقلب على ليست، كنكتب في جوجل الحاج جوجل، كنكتب فيه ليست دي زومبلويور ديزيني، كنديرو الحاج جوجل مثلا جوجل، كنديرو ليست دي زومبلويور ديزيني، كيطلع لك هنايا هما يفو كديرها كندا اتلانتيك، كيطلعوا لك هنايا عندك جوج ديال لي سيت، كتدخل لهذا ديال نوفو برونزويك، اولا كتدخل لهذا حتى هو ديال كندا، كتدخل كتلقى فيه ديال نوفو برونزويك كاع لي كومباني ديال نوفو برونزويك، كتلقى عاوتاني كتمشي مثلا ليل دو برينس ادوار كاع لي كومباني ديال ليل دو برينس ادوار كاع هادو الشركات، هادو الشركات شركات ديال الترونسبور ديال ترانسفورماسيون ديال السودور ديال ماكدو ديال الماكله ديال الفاست فود، كاع هاد الناس كاع هاد الشركات باغيين دي زومبلوي. حنا غادي نمشيو لهاد لو سيت هذا ديال نوفو برونزويك اللي كنت درت عليها ديجا بلوغ، وهنا كتلقاو لا ليست ديال لي زومبلويور كاملين اللي باغيين يخدموا بنادم، مثلا يخدموا بنادم في ليترونج، كيديروا هنايا لا سميتهم باش الناس اللي انتريستي كيختاروا كيمشيو يقلبوا السمي ديال الشركه. اها كندخل كاينه في مونكتون، مونكتون راه واحد المدينه كاينه في نوفو برونزويك، صافي كندخل كنقلب على السمي ديال الشركه، كنقلب عليها كنمشي
كندير على البحث شنو باغيين، شنو البروفيل ديالهم، وكنحاول داك السي في نقربو لهداك البروفيل ونتوكل على الله. هنايا مثلا درت لي غوشيرش كما قلت لكم قبل، لقيت واحد الشركة ديال الشوكولا مثلا سميتها ماك جوير مثلا، قلبت عليها قبيلة، ها هي هي هادي، ها هي ماك جوير شوكولايت كومباني، هي هادي. لونجلي ديالي راه مجهدة الدراري، اخوتي اخواتاتي راه واعرة. كتجينا كدير كوبي كولي، درت ليها كوبي كولي، قلبت عليها، دخلت عليها، لقيتها هي هاد الشركة هادي، ها هي. درت عليها البحث، هي هاد الشركة هادي. درت في جوجل الحاج جوجل فين كاينه، ها هي هي فين جات، بشحال بعيدة عليا انا على البلاصة فين ساكن. غادي نوريكم الاتينيغير، بشحال بعيدة على البلاصة فين ساكن، على ما دوميسيل تقريبا على موريال، انا كاين في سانت هياسنت، 7 سوايع 38 دقيقة. وهاديك كما قلت لكم راه لاتلانتيك، يعني كتشوفها هو البحر هذا، هادشي كامل راه البحر هذا، يعني عندك الدخيلة هادي، انت في البلاصة هاد اللوزين ديال الشكلاط كاين هنايا دابا. دونك كنرجعو كندخلو مثلا لهاد لو سيت ديال لا كومباني، هي هادي، كندخلو لو سيت ديال لا كومباني وكنقلب. مثلا انا قلت مادام كاينه في هذيك لا ليست الا وباغا عندهم باغين كيقلبوا على دي زومبلوي، ومادام كيقلبوا على دي زومبلوي كنجي كنقلب على كوم كونتاكتينو. جيت كونتاكتينو كنقلب، هادي بانت ليا كارير، مشيت لكارير كنقلب ويجبان ليا لا ليست، جواني ليكيب دو شوكولا ماكوير، ها هما غول ديكيب شنو باغين، شوكولاتري، شوكولاتيير، شيف باتيسيي، بولونجي، ديريكتور دو برودكسيون، مارين امبالور، اكزيكسيون دو كوموند امبالي، يعني هادو كاملين سو سون دي جوب. شركات اللي باغيين هادشي ما لاقينش بنادم في هاد المدينة ديالهم، ما لاقينش بنادم اللي كومبلي هاد لو بوزوا، يعني باغيين بنادم اللي يخدم ليهم طون بلان، يعني تخدم 40 ساعة في السيمانة، تخدم ما نقدوش حيت العام في 52 سيمانة ما تخدمش 52 سيمانة، نديرو غتخدم او موان واحد اونتخ 40 و 45 سيمانة. وهادي راه سو سون دي جوب لي ماشي كي سون بيان ريمونيري، و عندك بيرمي دو ترافاي، اونسويت غتكون عندك الاقامة الدائمة، يعني ابخي الاقامة الدائمة غتكون عندك الجنسية. وهاد الشي راه فيها ديزافونتاج سوسيو، فيها بزاف ديال ليزافونتاج، هادشي علاش مشينا كنجمل لكم كندا وكنزين لكم، ولكن هذا هو الواقع، هادشي اللي كاين لافامي. هنا يا لافامي شفتو معايا كيفاش كتدخلو لا ليست دي زومبلويور ديزيني، كتبان لكم الديتاي ديال كاع لي زومبلويور، السميات كاينه في ماكدو، كنديان تاير، يعني هاد كنديان تاير زعما ديال كيبيعو داكشي ديال بياس، كتلقى شركات ديال ترونسبور باغيين شوافر، الناس باغيين شوافريا، باغيين الناس اللي عندهم بيرمي دو كوندوير، دومينوس بيتزا باغيين ديليفرور، باغيين دي بيرسون اللي يكونوا خدامين في لا كويزين، باغيين دي بيرسون يخدموا في سيرفيس او كليونتيل، باغيين الناس يخدموا في السونتي، في لي سوان بريبوزو او بينيفيسيار مع لي بيرسون زاجي، مع الناس الكبار، باغيين بنادم في الريزو اي تيلي كومينيكاسيون، في لانفورماتيك، يعني هادو كاملين دي دومين دو فورماسيون اللي مطلوبين هنا في كندا وموجودين. خص بنادم يتوكل على الله ويبدا في لي بروسيدور ديالو، وما تنساوش بيان سور الانسان، هادشي خصو يدير الصبر، وخص الانسان يكون جدي ويكون معقول باش تقدر تدفع في شركة من هاد الشركات وتنجح في هاد البروغرام، حيت هذا برنامج لي فريمون انتريسون، وعرفت بزاف ديال الناس اللي جاو، تلاقيت مع واحد الصديق جاب هاد لو بروغرام بيان سور، وهضرت معاه فيه وسولتو وعرفت منه بزاف ديال لي زانفورماسيون، داكشي علاش قلت نبارطاجيه مع الاصدقاء، و الناس حتى هما يستافدوا من هاد البرنامج. وهاد الصديق هذا جا باش يخدم في ماكدو، تخدم في ماكدو ديال مونكتون، تقبل فيها، جا عنده بيرمي دو ترافاي، باغ لا سويت خدا الاقامة الدائمة، وابخي
ديسيدا انه يجي للكيبيك. بقى تماك واحد المدة، من تماك جا الكيبيك، وهو دابا راه مرتاح هنايا في كيبيك، عايش في واحد لافي هنايا، والحمد لله الانسان دار ان بروجي ديميغراسيون اللي كياخذ فيه واحد الريسك. بيان سور كاين واحد شويه ديال الريسك، خاص الانسان يكون متفائل ويكون عنده واحد النظره ايجابيه ويتوكل على الله، حيت هادشي كيبغي غير الانسان يكون شويه تكون عنده العزيمه قويه، تكون عنده الاراده باش يوصل للهدف ديالو. كيف ما كتقول لي الوالده ديالي الله يخليها ليا، والوالد ديالي اللي كيعاونوني وكيساندوني بزاف، وبلا الدعوات ديالهم وبلا الرضا ديالهم ما نقدروش نوصلوا لهادشي كامل اللي وصلنا ليه. هادشي علاش كنقول لكم تهلاو في الوالدين، تهلاو في روسكم حتى نتوما، والانسان يبقى ديما متفائل وشويه ديال الصبر، وحتى شي حاجه ما كتجي سهله. الانسان ضروري خصو يتقاتل، خصو ضروري يتحارب مع الوقت، باش كتمشي تخرج كتجيبها من فم السبع، باش توكل الوالدين ديالك، باش توكل لوليداتك. هادشي علاش الانسان خصو ديما يبقى متفائل، يبقى بوزيتيف ايجابي، والحماس الكوراج ما يخلعوناش. ما تنساوش بيان سور ديروا لنا جيم، تخلوا لنا ان كومونتير بوزيتيف لحقاش هادشي. الصراحه لا فامي كيشجعني باش بارطاجي معكم فلوجات اخرين، باش نكون اجور معكم فيما كتبان لي شي حاجه نتشاركها معكم، حيت بغيتكم حتى نتوما تجيو، وبغيتكم حتى نتوما كيفما درت كيفما نجحت انا في التجربه ديالي، بغيتكم حتى نتوما تنجحوا في التجربه ديالكم. لحقاش كاين ما يدار هنايا، كاين ما يدار وكاين لو شوا. ومني كتاخد الاقامه الدائمه ديك الساعه كيكون عندك الاختيار انك تمشي الميريكان وتمشي لاوروبا، يعني كيتحلوا لك بيبان اخرين. هادشي علاش انا كنتمنى التوفيق للجميع. الله يسهل عليكم، كان الله يخلي لكم لا فامي ديالكم، الناس اللي عزاز عليكم، وكنتمنى التوفيق للجميع. تبارك الله عليكم.